السلام عليكم. تستمر قناة بلقيس في متابعة ملف جرح المقاومة إيمانا من القناة ومن برنامج المساء اليمني أن الذين بذلوا أرواحهم من أجلنا جميعا هم أولى بالاهتمام، على أساس أن متاعب الجريح مقدسة مثل دم الشهيد. في اللحظة التي أعقبت فتح ملف الجرحى إعلاميا، توالت العديد من ردود الفعل الإقليمية والمحلية الرسمية والشعبية إزاء هذا الملف، منها تلك التصريحات الرسمية التي أكدت أن 48 جريحا في طريقهم إلى السودان. تلك التحركات ما تزال متواضعة ولا تشكل حلا جذريا لملف بالغ الأثر مثل ملف الجرحى، إذ أن كثيرا منهم تزداد أوضاعهم سوءا نتيجة انعدام الرعاية الصحية ونتيجة للحصار الخانق الذي منع وصول الأدوية والمشتقات النفطية لعدد من المستشفيات في المدينة. غير أن التفاعلات المحلية والإقليمية وكذا ردود الفعل الشعبية تجاه كذا ملف يدفعنا إلى المتابعة المستمرة في سبيل هذه القضية الإنسانية التي تحتاج إلى إسناد الكل من أجل الكل. سنخصص هذه الحلقة من المساء اليمني مشاهدين الكرام لمتابعة ملف جرح المقاومة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. إذن أولاً اللامسؤولية، السبب الثاني الفساد، وملف الفساد يعني سبب الفساد سبب رئيسي في موضوع الجرحى وموضوع الدعم الذي يصل أو لا يصل إلى اليمن. موجة انتقادات حادة تواجهها الحكومة الشرعية وقيادة التحالف والمعنيون بملف الجرحى بعد تجاهله لأشهر. بعد الوعود الكثيرة التي حظي بها جرحى المقاومة والمدنيون من ضحايا حرب الميليشيا، ولكن الخذلان بات اليوم هو الحاضر الأبرز، فآلاف الجرحى يعيشون ضروبا شتى من المعاناة الإنسانية، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولا شيء غير ستار ثقيل من الصمت والتجاهل. تحت شعار جرحى مقاومة تعز في الشوارع، ارتفعت الأصوات وشعارات التنديد بمواقف الحكومة المتخاذلة. الحملة التي تمضي فيها قناة بلقيس للفت أنظار المعنيين لخطورة هذا الملف وتداعياته على المستوى الأخلاقي والقانوني، بالإضافة إلى آثاره السلبية على معنويات المقاومة والجيش الوطني. فالسلطات المعنية متهمة بتجاهل الملف كليا وتوقفها عن إرسال الجرحى للعلاج خارج اليمن، رغم المناشدات الكثيرة والمتكررة، إلا أنه في الآونة الأخيرة وبعد ضغوط شديدة أقرت الحكومة سفر 48 من جرحى المقاومة في تعز إلى السودان لعلاجهم، وذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان الإغاثي، فيما ينتظر آلاف الجرحى أن تتحرك الشرعية لعلاجهم أو تأسيس مشافي ميدانية لاستقبالهم وتسهيل استيعاب جرحى الحرب في المستشفيات. وفي الاتجاه المقابل يأتي تأكيد نائب وزير الصحة عبد الله دحان أن وزارة الصحة ستعمل من خلال الحكومة وبالتنسيق مع المؤسسات الإغاثية على متابعة أوضاع الجرحى في اليمن ومعالجتهم وتسهيل سفر الحالات الحرجة إلى الخارج. وعلى أمل باستجابة الحكومة الشرعية والتحالف للنداء الأخير، ينتظر الجرحى التفاتة من الجهات المعنية تنهي معاناتهم. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الصحفي والباحث القانوني الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أخي مشاهدينا. حياكم الله. أستاذ محمد، إذا ما بدأنا بمتابعة ملف الجرحى وأصداء الحملات الإعلامية التي يعني تخرج لدعم الجرحى و زحزحت ملفه من المكان الذي يبدو أنه علق فيه، كيف تبعت أصداء هذه الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة أولا دعني أتوجه بالشكر لقناة بلقيس ولوسائل الإعلام التي اهتمت بشكل كبير في قضايا الجرحى اليمنيين، سواء جرحى المقاومة الشعبية أو الجرحى بشكل عام المدنيين. يعني وفي الحقيقة هناك تركيز على جرحى المقاومة، نعم، ولكن أيضا بالفعل هناك جرحى مدنيين أيضا سقطوا بسبب عدوان ميليشيات الحوثيين أو أحيانا حتى بأخطاء غارات التحالف العربي، وفي كل الأحوال هؤلاء الجرحى من حقهم أن يحظوا بالرعاية الكاملة. المتابعة والتغطية الجيدة لقناة بلقيس في الحقيقة كانت متميزة في ملف الجرحى، وهذه المأساة الإنسانية المؤرقة في الحقيقة هي مأساة إنسانية بكل ما تعني الكلمة. شاهدنا بعض مؤشرات يعني إيجابية لأصداء هذه التغطية المتميزة لقناة بلقيس ولوسائل إعلام أخرى، ولكن في الحقيقة قناة بلقيس كان لها قصب السبق في وأيضا التغطية المتميزة والواسعة لهذه القضية الإنسانية المهمة.
بدأت هذه الآثار الإيجابية من خلال تفاعل الحكومة الشرعية بعد أن شعرت بالحرج، وأيضا يعني نأمل أن يكون هناك تحرك أيضا جدي من طرف قوات التحالف أو دول التحالف العربي، خصوصا المملكة العربية السعودية، الاهتمام بهذا الملف الإنساني. قضية الجرحى، سواء جرحى المقاومة أو جرحى الحرب بشكل عام، خصوصا في المناطق التي لا تزال تشهد نزاعا مسلحا أو التي تحت سيطرة الجيش الوطني أو الحكومة الشرعية، هناك إشكالية كبيرة في مسألة يعني البنية الصحية لهذه المناطق، يعني تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب والقصف الذي طال البنية التحتية للقطاع الطبي، وبالتالي مستشفيات نعم ومراكز صحية، وبالإضافة إلى الحصار خصوصا في تعز والذي منع عن المستشفيات وصول المستلزمات الطبية، والناهيك أيضا عن قلة الكادر الطبي ومعاناة أخرى كثيرة ضاعفت من حجم المأساة. يعني هذه المأساة في الحقيقة متعددة الوجوه، مأساة الجرحى، فمن جهة هؤلاء الضحايا في الأساس يعني ما كان لهم أن يكونوا ضحايا وجرحى لو لم يكن هناك عدوان همجي من طرف ميليشيات تحالف الإنقلاب. هذه في الحقيقة واحدة من المآسي الناجمة عن الانقلاب على الحكومة الشرعية وعن العدوان الحوثي وحلفائه على المجتمع اليمني، أفرز جملة من المآسي والمعاناة. قضية الجرحى هي جزء من هذه المآسي وجزء من هذه المعاناة بسبب هذا العدوان الهمجي الذي شن على المجتمع، واضطر بسببه كثير من الناس انخرطوا في المقاومة الشعبية كحق في الدفاع المشروع عن النفس وفي استعادة الدولة، وبالتالي هؤلاء ضحايا في الدرجة الأساسية للانقلاب وللعدوان الحوثي وحلفاء الحوثيين في اليمن، العدوان على المجتمع اليمني. نعم. طيب دعنا ينضم إلينا في النقاش أستاذ محمد، الأستاذ نبيل جامر، رئيس مؤسسة رعاية لأسر الشهداء والجرحى، ينضم إلينا من تعز. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا بك أستاذ نبيل. أنتم في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، كيف تقيمون التعامل الحكومي مع ملف الجرحى، خاصة بعد أن باتت هناك مطالب شعبية واسعة، ويعني إن صح التعبير هناك نوع من الحدة الإعلامية أو التصعيد الإعلامي في هذه الفترة؟ في البداية أشكر الأخوة القائمين على قناة بلقيس لهذه اللفتة ولهذه السلسلة من البرامج تسليط الضوء على هذه المشكلة القائمة والمستمرة والمؤلمة اللي يعانيها الجرحى، هذه الشريحة التي خرجت دفاعا عن دينها وعرضها ودفاعا عن الشرعية ودفاعا عن هذه المدينة، لكن للأسف الشديد ما تلاقيه الآن في الوقت الحاضر من الإهمال، إهمال القريب والبعيد، إهمال الحكومة ممثلة بالجهات المعنية بوزارة الصحة وممثلها، وإن فاقت مؤخرا عبارة عن إفاقة جزئية لتعالج مشكلات السفر للخارج والذي ظلت تتراوح أكثر من 7 أشهر. أقول أخي إن المشكلة الموجودة للجرحى في تعز لها عدة أوجه، ليس مشكلة فقط سفر جرحى للخارج أو إهمال الحكومة في هذا الجانب. كما تعلمون إنه لا زالت المشكلة لدينا قائمة، والجرحى كل يوم في ازدياد بسبب بسيط انه لا زالت هذه الميليشيات المجرمه تقصف المدينه ليلا ونهارا، فربما لا يمر يوم الا يوجد اكثر من 3 إلى 4 جرحى، بل توجد جراحات جديده نازفه تحتاج الى السفر في الخارج. واللجنه قد تمت استكمال عمل هذه الجرحى السابقين اللي لهم اكثر من 6 أو 7 أشهر. الوجه الثاني ايضا ان معاناه جرحى الداخل الذين يحتاجون للدواء المستمر ويحتاجون كثير منهم للعلاج الطبيعي والعنايه، ايضا هذا وجه مؤلم نعانيه ونشعر به. ايضا هناك وجه اخر لا يلتفت ربما اليه كثيرون، وهو احتياجات اسر هذه الجرحى. ربما كان هذا الجريح هو العائله الوحيد وهو مصدر الرزق لهؤلاء، ولكن عندما هذا الجريح سقط جريحا وهو الآن ملقي في الفراش
لا يوجد عائل لهم ولا يوجد من يمدهم باحتياجاتهم المادية. هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة أقول قصر الكثير حولها، وخاصة أنا أقول أنه ملف الجرحى لم يستطيع أحد القيام به غير الحكومة بكل إمكانيتها. طيب بالحديث عن الحكومة، نعم أستاذ نبيل، بالحديث عن الحكومة يجر الإشارة إلى أن نحن في محاولة مستمرة للتواصل معها، لكن يبدو أن ليس هناك من استجابة لي يعني حديث الحكومة عن آخر المستجدات بهذا الملف، بخصوص هذا الملف. لكن الحكومة صرحت عن إجراءات أو ترتيبات لسفر 48 جريح من الجرحى نحو السودان للعلاج هناك، هل تمت هذه العملية بالفعل؟ أخي العزيز، قبل الرد على هذا السؤال أقول إنه كإحصائيات الآن إلى حد اليوم لدينا في مؤسسة رعاية إحصائية بوجود أكثر من 13800 جريح، منهم 799 طفل، منهم أيضا 579 امرأة، لدينا 125 معاق، لدينا 231 محتاجون للعلاج الطبيعي يوميا وخاصة في ظل مدينة محاصرة، لدينا أكثر من 59 حالة مبتورية الأقدام، لدينا أكثر من 82 إصابة عيون، بعضهم فقدوا العيون لأن كان تقرير الطبيب يطالب بتسفيرهم بعد أسبوع أو أسبوعين، ولكن ظلوا أشهر حتى فقدوا عيونهم. المحتاجين للسفر كما قررت اللجنة الطبية المشكلة من الأخ وزير الصحة 237 هؤلاء دفعة أولى، وتم فعلا الرفع بكل ملفاتهم بما تحتويها من تقارير طبية وغيرها. نفاجأ بتواصل الأخ نائب وزير الصحة والأخ محافظ المحافظة بأنه تم اختيار 48 حالة فقط كدفعة أولى، أيضا يقولون من الدفعة الأولى للسفر إلى دولة السودان الشقيق. لم يعطوا تفاصيل لماذا تم اختيار 48 فقط وما مصير البقية. يعني هو تم تحديدهم بالأسماء أستاذ نبيل؟ مستمر. هل تم تحديدهم بالاسم؟ تم تحديدهم في الاسم وتم ارسال الاسماء. الاخ محافظ المحافظه مشكورا تم تكليف مدير مكتبه للنزول لعدن لاستكمال قطع جواز سفرهم، الى حد الان لم يتم استكمال جواز السفر لوجود ايضا عراقيل في محافظه عدن. بحسب معلوماتي انه تم التواصل من قبل الاخ وزير الاداره المحليه الدكتور عبد الرقي فات وايضا الاستاذ علي المعمري بمتابعه استكمال وسرعه استكمال استخراج جواز سفرهم، وعلى اساس ان الوعود التي لدينا ونحن حقيقه اقولها بكل صراحه لم نعد نثق بهذه الوعود، انه سيتم في حاله استكمال فعلا استخراج 48 جواز او اقول 47 لانه وجد واحد من الجرحى قد تم تسفيره على حسابه الشخصي الى الهند، انه سيتم احضار طائره خاصه ونقلهم، نتمنى ذلك. طيب الان هناك يعني اذا ما تحدثنا عن 48 جريح من ضمن الجرحى الذين يحتاجون للسفر الى الخارج بناء على اللجنه التي كلفت من قبل وزير الصحه كما تفضلت بالقول، هناك 190 حالة تقريبا، هؤلاء ما هو وضعهم؟ هل ينتظرون قرارا أو دفعة أخرى أم أن هناك نوع من التغاضي أو غض النظر عن حالتهم؟ يا أخي نقولها بكل مرارة وبكل أسف إن الأخوة في الجهات المعنية ممثلة بالأخ وزير الصحة، ممثلة بالأخ نائب وزير الصحة، ممثلة أيضا بالحكومة برمتها، لم لا 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 اعتقد انا اقول لا يبالون وايضا لا يستشعرون الالام الذي يعيشه الجريح. بعض الجرحى ومن خلال ايضا تغطيتكم ومن خلال مشاهدتكم تعفرت جراحتهم وهم مستلقون على الفرش في المستشفيات ومنتظرون السفر. نعم. الان يتم تحديث 48 و48 عادهم معلقين الى حد الان. ما مصير بقيه الجرحى ومتى سيتم تسفيرهم؟ لماذا لم تتم؟ هل فعلا امكانيات مركز الملك سلمان عاجزه عن ترحيل او تسفير الدفعه كامله كما قررت اللجنه الطبيه؟ لا اعتقد ذلك. انا اقول طيب واجزم ان اغلب العوائق تضع من القائمين على هذا الملف في عدم اللامبالاه بمصير هؤلاء الجرحى. طيب استاذ نبيل، في يعني اريد ان اسالك عن مدى احساسك بالفرق او شعورك بالفرق ما بين وضع الجرحى قبل اثاره الموضوع اعلاميا ووضعهم الان، هل اثرت هذه الحمله في زحزحت الأمر، وهل هناك حاجة لاستمرارها حتى
يعني تستجيب بالفعل كافة الأطراف المعنية لذلك لمعاناتي؟ لا يستطيع أحد أن ينكر أن تسليط الضوء والحملة الإعلامية التي قامت بها قناتكم وبعض القنوات الأخرى وقناة بلقيس في الصدارة زحزحت الموضوع نوعا ما بشكل بسيط، ولو أن بعض المسؤولين بدأ يتواصل ويتكلم عن الجرحى ويتكلم عن تسفيرهم، فأيضا هناك بعض الجهات الخيرية بدأت تتواصل وتلقي الضوء على هذا الملف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نأمل أن تستمر بإذن الله الضوء هذا، وفي المقابل نتمنى أنه في حالة عدم الوفاء بالوعود أن يتم فضح هذه الجهات وبالإسم التي لم تقم بواجبها. أستاذ نبيل جامل رئيس مؤسسة رعاية لأسر الشهداء والجرحى كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي هنا الأستاذ محمد. أستاذ محمد، هل كانت الاستجابة الحكومية كما سمعنا من ضيفنا الأستاذ نبيل، هل كانت بمستوى المعاناة أم أنها كانت بمستوى الإمكانات؟ يعني أخي العزيز دعني أقول لك في الحقيقة أنه يعني التفاتت الحكومة الشرعية إلى هذا الملف كان واضح وهي خطوة جيدة، ولكن يبدو أنها كما أشرت في سؤالك إلى يعني لا ترقى إلى مستوى تلبية احتياجات هذه القضية المؤرقة، ولكن إلى حدود الإمكانيات المتاحة للحكومة الشرعية، وهي المفترض أن تقوم بدورها بالضغط على أو بالتواصل مع التحالف العربي خصوصا المركز الملك سلمان لتقديم ملفات هؤلاء الجرحى وتقديم مشاريع يعني لرعايتهم ولإنقاذهم من الموت يعني البطيء. أود أن أشير في السياق إلى أنه الإشكالية في الحقيقة بالحديث عن قضية الجرحى هو أنه لماذا يعني تعاظمت هذه المشكلة. الإشكالية هو أنه مع بداية العدوان الذي شنته ميليشيات تحالف الانقلاب على المجتمع اليمني بدأت في وضع يدها على المستشفيات على القطاع الطبي، وبالتالي عملت على عسكرة هذا القطاع. أنا أتذكر قبل عام من هذا اليوم دخلت إلى مستشفى الثورة العام في إب، وكان المستشفى يعج بالجرحى الحوثيين في الوقت الذي قاموا فيه ميليشيات الحوثيين بطرد المرضى من المستشفى، يعني وكان معظم الأقسام مخصصة حتى صالات المستشفى لجرحى جرحى الحوثيين. إذن وضعوا أيديهم على القطاع الطبي، مؤسسات القطاع الطبي في مناطق سيطرتهم، وجعلوا منها ثكنات عسكرية وأماكن يعني لمستشفيات خاصة للجرحى، وبالتالي يعني البعض يتساءل لماذا لم يكن هناك معاناة أيضا بالنسبة لي جرحى الحوثيين، وأنه ممكن يكون الحديث عن قضية الجرحى من المقاومة المدنيين يؤثر سلبا على معنويات المقاومة. وفي الحقيقة هذا يعني غير صحيح، بل يجب يعني يجب لفت الانتباه إلى وجود إشكالية في الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني لماذا هناك مأساة بالنسبة للجرحى من طرف المدنيين والمقاومة ولا نجد أصوات من الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر يمسك بزمام الأمور في القطاع الطبي الواقع تحت سيطرته. طيب. ناهيك أيضا هنا نقطة مهمة أخي العزيز اسمح لي، أنه كل القوافل الإغاثية أو معظم القوافل الإغاثية من المنظمات الدولية تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا ليس هناك إشكالية، يعني في نهاية المطاف كل الجرحى بموجب القانون الدولي الإنساني يجب أن يحظوا بالرعاية بما فيهم جرحى الحوثيين، لكن الإشكالية هو أن تغض الطرف المؤسسات الإغاثة الإنسانية الدولية أو بعضها على الأقل وأهمها في معاناة الجرحى من المقاومة والمدنيين في مناطق المقاومة، وتذهب فقط إلى المستشفيات أو المناطق التي تقع تحت سيطرة رغم التضييق أيضا في تلك المناطق. قبل أيام كان هناك حديث في بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أحد المستشفيات التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في صعدة بسبب التضييق والممارسات من قبل الحوثيين. أيوة، اضطروا لإغلاق المستشفى، الطاقم المستشفى والرحيل من المنطقة بسبب إجراءات التضييق والتدخلات التي تمارسها الميليشيات على أعمال الطواقم الطبية. إذن هناك إشكالية في الحقيقة في الأساس
من البداية. ناهيك أيضا عن أنه قبل مدة كنا نتحدث أشير إلى هذه المسألة، كنا نتحدث عن ضرورة رفض المناطق التي تشهد مقاومة بمستشفيات ميدانية متنقلة. هذه المستشفيات كان يمكن أن تخفف من وطأة الجراحات، يعني كان يمكن أن تقدم إسعافات أولية على الأقل لبعض الضحايا لبعض الجرحى قبل أن تتعفن جراحاتهم. أما أن يتم نقلهم إلى بعض المستشفيات يعني أو يظلوا في مناطق بعيد عن الإسعافات الأولية، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات حالاتهم واضطرار ربما أكثر للسفر خارج ومشي ويتعذر، يعني يصبح معالجتهم أكثر صعوبة يعني. طيب تنضم إلينا أستاذ محمد الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية معنا عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذة حياة. يعني نلاحظ أن هناك الكثير من التفاعل المجتمعي مع هذه القضية الهامة جدا على المستوى الوطني بخصوص الجرحى من المدنيين والمقاومة كذلك. حدثينا أكثر عن مدى التفاعل، يعني بعيدا عن الاهتمام الحكومي لربما هناك جانب مجتمعي تم تفعيله بشكل أكبر هذه الأيام، حدثينا عنه. نعم، في حقيقة الأمر نحن قمنا بحملة جرحى تعز بعدة لقطات احتجاجية منذ ما يقارب العام، لكن في حقيقة الأمر لم نلقى أي استجابة لا من الدولة ولا من الحكومة ولا من وزارة الصحة. نحن سنقوم بتفعيلات أخرى في الأيام القادمة تطالب بإسقاط وزير الصحة. نحن نتساءل هنا عبر قناة بلقيس، وأتمنى أن يكون يسمعنا وزير الصحة. ما الذي قدمه وزير الصحة لمدينة تعز؟ لن يسفر أي من الجرحى هنا في مدينة تعز. طبعا هو أستاذ حياة يعني بدون أن أطر إلى مقاطعة حديثك، نحن يجو إشارة مرة أخرى أننا حاولنا التواصل مع الحكومة والجهات الحكومية المختصة، لكن كان هناك نوع من عدم الرد والتجاوب مع مداخلتنا في برنامج المساء اليوم أو المداخلة لبرنامج المساء اليمني اليوم. هذه لتوضيح نقطة عدم وجود جهة حكومية للرد على التساؤلات والحديث حول هذا الموضوع. تفضلي أكملي. نعم، ما الذي سيقوله وزير الصحة وما الذي ستقوله وزارة الصحة في جرحى مدينة تعز؟ أعتقد ليس لديهم مجال للحديث، لذلك هم يرفضون. كم عدد الجرحى الذين تم تسفيرهم من مدينة تعز، سواء جرحى مدنيين أو جرحى مقاومة من أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني؟ نحن منذ سنة كاملة كما ذكرت مسبقا تعفنت الجراح، لدينا جرحى من مدينة تعز هم يحتضرون الآن وعلى فراش الموت، 37 جريح مقعد مشلولين شلل تام، وستتحول هذا الشلل إلى إعاقة دائمة. ذكرنا مرارا وتكرارا بأن لدينا ما يزيد عن 15,000 جريح، 7,000 منهم يحتاجون إلى تدخل جراحي، و535 يحتاجون السفر إلى الخارج على وجه السرعة، 64 من الذين بترت أطرافهم، ما يقارب ال 94 قد أصبحوا في عداد المعاقين بسبب تأخر التدخل العلاجي السريع. نحن أمام مستشفيات متهالكة. ما الذي قدمته وزارة الصحة لهذه المدينة؟ نحن نسمع الوعود تلو الوعود، كانوا يتحججون بأن الملفات غير جاهزة، الملفات جاهزة، ونزلت اللجنة الطبية إلى مدينة تعز واستكمل ملف رفع ملفات الجرحى. وفي حقيقة الأمر وعود تلو الوعود، 200 جريح سوف يسفرون إلى دولة السودان الشقيقة ولم نرى أي من هؤلاء الجرحى قد تم تسفيرهم، 60 جرحى إلى دولة تركيا ولم نرى ذلك، 300 جريح إلى المملكة العربية السعودية. حتى أن الجرحى الذين سافروا على حسابهم الشخصي لم يجدوا الاهتمام، ولم تقم الدولة والحكومة ووزارة الصحة بالتنسيق لهؤلاء الجرحى الذين خرجوا على نفقاتهم الخاصة. هل يعلم وزير الصحة وهل تعلم الشرعية بأن الجرحى في مدينة تعز أصبحوا يبيعون بيوتهم ويبيعون ممتلكاتهم، حتى أن الأم البسيطة في القرية أصبحت تبيع المواشي وتبيع أراضيها لكي تعالج ابنها من الجراحة التي طيب لحقت مجتمعيا. أستاذ حياة، مجتمعيا كيف تمت يعني كيف تم التعامل مع هذه القضية؟ هل هناك تحركات شعبية لي يعني تغطية ولو جزء بسيط من الواجب الذي يحتمه علينا هذا الملف في التعامل مع الجرحى؟
نعم، في حقيقة الأمر هناك مبادرات كثيرة مجتمعية تقوم بسد الثغرة، ولا أبالغ أن قلت بأنها هي الشرعية وهي الحكومة المبادرات القائمة، لأنها هي من طببت الجرح. نحن أمام مبادرات شبابية وكذلك بعض المؤسسات تقوم بالمساهمة في علاج الجرحى. لدينا هنا مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء تشكر على الجهد الذي تقوم به في المحاولة من تخفيف المعاناة عن هؤلاء. طيب كم تمثل نسبة ذلك؟ كم تمثل نسبة ذلك بالمقارنة بالاحتياج أستاذة حياة؟ نعم، في حقيقة الأمر لا ترتقي إلى مستوى 40%، لأنها في حقيقة الأمر هي مؤسسة خيرية تعتمد في جمع ما تستطيع أن تجد به على جرحى عن طريق دعم فاعلي الخير. أيضا كذلك النساء كانت لها دور جبار هنا في مدينة تعز، استطاعت النساء بالذهب وبجمع الخلي أن تعالج الكثير من الجرحى وأن تقوم بتسفير مجموعة من الجرحى للعلاج خارج اليمن. أيضا فتح في الصيدليات ورفض المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية. أضف إلى ذلك كل جهود فاعلية الخير في كل أنحاء العالم الذين قاموا بجمع التبرعات بدعم وعلاج هؤلاء الجرحى. استطاع فاعلية الخير بجهودهم الجبارة والتي نوجه لهم نحن من عبركم من عبر قناة بلقيس كل التحية والإجلال والشكر والعرفان لكل المواقف التي قاموا بها تجاه الجرحى هنا في مدينة تعز. هم استطاعوا أن يسدوا ثغرة، ولكن ما يجب على الحكومة وعلى الدولة أن تبادر بسد الثغرة الكبيرة هنا في مدينة تعز وأن تعزل سفر هؤلاء. طرحنا عدة حلول بديلة بأن تقوم الدولة باستجلاب أطباء إلى مدينة تعز وإلى مستشفى خليفة العام في التربة وتأهيل هذا المستشفى الذي سيخفف كثير من الضغط على الدولة وعلى الجرحى. مستشفى خليفة الذي بنته دولة قطر الشقيقة. نحن في حقيقة الأمر أصبحنا كما يقال لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، هناك سؤال يتحدث عن، يعني أريد أفهم أكثر الجانب القانوني والمسؤولية المباشرة لعلاج هؤلاء الجرحى هي على عاتق من؟ لكن قبل أن تجيبني نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده مشاهدينا الكرام لاستئناف نقاشنا في حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نخصصها لمتابعة الجديد في ملف معالجة جرحى المقاومة والمدنيين في تعز وبشكل عام في اليمن. أستاذ محمد، كنت سألتك عن لمن تعود المسؤولية الأخلاقية والقانونية لعلاج جرحى المقاومة؟ هل هي للجهات المجتمعية؟ هل هي للحكومة الشرعية؟ هل هي للتحالف العربي الذي تدخل وفقا لطلب الحكومة الشرعية؟ في الحقيقة القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، أولا يعني هي عملت أو أكدت على ضمان الأعيان المدنية، حماية الأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة، وبالتالي استهداف المدنيين يعني يعد جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ابتداءا. عندما يسقط جرحى أثناء هذا بالنسبة للمدنيين، لكن شاهدنا خلال الحرب أن هناك هجمات دموية طالت المدنيين من طرف ميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن. صحيح. ويتحدث الأخ في مؤسسة رعاية، وفي الحقيقة يستحقون كل الشكر والتقدير الإخوة الناشطين والناشطات في تعز على جهودهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان والمعاناة، سواء قضايا الجرحى أو غيرها، جهودهم في هذا الجانب كبيرة. يعني هو أشار إلى مئات الأطفال ومئات النساء ضحايا هذه الحرب، جرحى أقصد، يعني بالإضافة إلى غيرهم من المدنيين، يعني ربما بالآلاف، من جملة 13 ألف جريح كما أشار في المداخلة قبل قليل. إذن هؤلاء بالنسبة للمدنيين ابتداء يتحمل مسؤولية إلحاق الضرر بهم هو الميليشيا تحالف الانقلاب التي جعلتهم في مرمى الاستهداف، و يعني استهدفتهم عسكريا بقذائف الموت. بالنسبة للجرحى من المقاتلين، أيضا القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها تؤكد على حماية الجرحى، لأن الجريح المقاتل أصبح غير مقاتل. يعني عندما
صار جريح يسقط عنه صفة المقاتل ويصبح جريح ويحظى بأولا رعاية طبية فورية، حتى إن وقع أسير في يد العدو فإنه يفترض معاملته معاملة حسنة، ويعني يتم معاملته نفس جريح الجريح من قوات العدو نفسه، يلزم كل الأطراف تحديدا. إذن هذا ما يؤكد عليه القانون الدولي الإنساني، لكن للأسف لاحظنا أنه تم تصفية بعض الجرحى في لدى الميليشيات الذين وقعوا في القبض، لدى ميليشيات تحالف الانقلاب بشكل مروع، وهناك قصص عديدة تناولتها وسائل الإعلام في هذا السياق. إذن هذا من ناحية الواقع الذي يعيشه الجرحى أو المقاتلون والتعامل مع هذه القضية. يتحمل المسؤولية القانونية تجاه معاناة الجرحى ومعالجتهم كل الأطراف بما فيهم يعني سواء المقاومة والجيش الوطني أو الطرف الآخر الذي يقع تحت سيطرة مستشفيات الحكومة. أيضا الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية في علاج هؤلاء الجرحى والاهتمام بهم. التحالف العربي باعتبار أنه شريك الحكومة اليمنية أو طرف في هذه الحرب فإنه يتحمل مسؤولية، وأعتقد أنه يتحمل المسؤولية الأكبر بحكم قدرته على توفير يعني العلاج وقدرته المالية أقصد. يعني ربما الحكومة الشرعية في كثير من الأحيان بسبب الضغوط الدولية التي مورست على الحكومة الشرعية لتحييد مؤسسات المالية صارت بدون إمكانيات مالية طيلة هذه الفترة، وبالتالي أحيانا عندما نحمل الحكومة الشرعية المسؤولية تجاه بعض الملفات نحن ندرك أيضا أن هناك يعني صعوبات كبيرة وتحديات كبيرة أمام هذه الحكومة، يعني بعضها يرجع أساسا إلى طبيعة المعركة في اليمن والتداخلات الإقليمية والدولية التي جعلت يعني للأسف رحلت كثير من القضايا الإنسانية والمعاناة إلى حين إنجاز اتفاق تسوية، وهذه إشكالية كبيرة يعني ضعفت من المعاناة وجعلتها تستمر بشكل. طيب من خلال مداخلة ضيفي الكريمين لاحظت أن هناك نوع من الاختلاف أو التضارب في الأرقام بالإحصائيات. هناك حديث عن اللجنة الرسمية الطبية المكلفة تحدث عن 237 حالة، والأستاذة حياة تحدثت عن وجود 555 حالة بحالة يعني بحاجة إلى السفر إلى الخارج. هذه الأرقام هل التضارب فيها أمر طبيعي كون أن هناك عدد من الهيئات أو المؤسسات التي تعمل على عملية الرصد، أم أن هي فعلا من تسبب تعرقل عملية سفر الجرحى إلى الخارج؟ أعتقد أخي العزيز لا مشكلة في يعني ليست المسألة في التضارب، هناك أرقام حقيقية. يعني أنا أعتقد أنه الرقم الأكبر لا يعني هو أنه الرقم الآخر أو أنه ما فيش إشكالية أو ما فيش معاناة أو مأساة. يعني هناك جرحى أحيانا لا يتم التبليغ بحالتهم أو إحصائهم، وهناك تفاوت أيضا في نسب الجراحات، وأحيانا الأطباء ربما يعني بعض الأطباء يرى أن هذه الحالة لابد من سفرها إلى الخارج، بينما طبيب آخر يرى أن هذه الحالة يمكن تدارك وضعها في من خلال الإمكانيات المتوفرة. إذن هذه ليست إشكالية، هناك قضية حقيقية موجودة. الأرقام تشير إلى وجود كارثة حقيقية، الأرقام مهولة، يعني 13,000 جريح والأرقام في تصاعد مستمر بسبب أولا استمرار الحرب، وثانيا بسبب سقوط الكثير من المدنيين والضحايا بالألغام التي خلفتها ميليشيات تحالف الانقلاب بعد اندحارها من المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق. إذن ما زال عداد الأرقام مستمر ومتوالي للضحايا، وما زالت المعاناة مستمرة. هناك قصور في تلبية احتياجات الجرحى السابقين في الوقت الذي تستمر المعاناة والمأساة والحرب والألغام تحصد أرواح آخرين جدد ينضموا إلى الرصيد. يعني إذن هناك إشكالية يعني ليست فقط ليست في الأرقام والرصد وهذه المسألة، يعني الإشكالية هي في وجود كارثة حقيقية مستمرة في نفس الوقت لا يوجد معالجات وتحرك مستمر. طيب دعنا نفهم الوضع أكثر بالقرب من الحكومة الشرعية والتحالف العربي. ينضم إلينا الصحفي والناشط السياسي وضاح اليمن عبد القادر من الرياض. مساء الخير أستاذ وضاح. مساء الفل أخي العزيز.
حياكم الله أستاذ وضاح، بحكم أنك في الرياض حدثنا أكثر عن طبيعة أو حجم التعامل والاهتمام الحكومي وكذلك يعني التحالف العربي كونه يعني كونك في السعودية والسعودية هي قائدة هذا التحالف بملف جرحى اليمنيين خصوصا جرحى تعز من المدنيين والمقاومة. أخي العزيز، نريد أن نكون شفافين وأكثر صراحة مع أنفسنا من أجل أن نتحدث بشكل حقيقي وواقعي. طبعاً التحالف العربي ومركز الملك سلمان هنا لم يقصر أي تقصير في التعامل مع الجرحى، لكن تظل الإشكالية قائمة في الشرعية نفسها، مع احترامي هناك ما زالت قوى ولوبي فساد موجود داخل الشرعيه، وهو ما يجعلنا بحاجه ماسه وحقيقيه الى اعاده تصحيح مسار الشرعيه. ما يعانيه الجرحى وما يعانيه جرحى المقاومه او الجرحى من المدنيين ليست اشكاليه للتحالف العربي بقدر ما هي اشكاليه لدى قائمه لدى الحكومه، سوء اداره، سوء تنظيم. ايضا هناك مع الاسف ومع احترامي من هم محسوبين على الشرعيه اليوم، من يتاجرون بدماء الجرحى. ما يحدث لجرحى تعز في مستشفيات عدن، رغم ان مركز الملك سلمان كان قد تعاقد مع عدد من المستشفيات الحكوميه، لكن تظل الاشكاليه قائمه في اللجان التي قد تم تشكيلها سواء من قبل السلطه المحليه او من قبل الحكومه، لجنه تتبع لجنه وليست هناك اي جدوى بتشكيل هذه اللجان. اذا تظل اشكاليتنا قائمه فينا انفسنا. لا يجب ان نعترف ان هناك فساد داخل الشرعيه، ولا بد من مسار تصحيح بشكل حقيقي داخل الشرعيه. يقولوا ما قالوا، هناك اخطاء يجب ان تصحح. كيف نريد ان نقاوم، ان نواصل مشوار المقاومه واستعاده مشروع الدوله وما زال الجرحى مهملين كل هذا الاهمال؟ طيب حدثنا اكثر عن نعم كما قلنا سوء تنسيق، سوء ترتيب، إدارة، هذه كلها إشكاليات هي أساسا خاصة بحكومة الشرعية وليس خاصة بالتحالف العربي. طيب هناك لابد أن هناك نوع من الضغط الإعلامي الذي حصل خلال الأونة الأخيرة، خاصة مع وجود حملات تذكيرية بملف الجرحى وكذلك تطالب بالتحرك الحاسم في هذا الملف، لابد أن هناك صدى لدى هذه أو بخصوص هذه الملفات في الشارع الخليجي والعربي والسعودي تحديدا، كيف هي هذه الأصداء هناك؟ أخي العزيز، كما قلنا نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الإهمال الذي تعرض له الجرحى. لجنة تحقيق مساءلة لوزارة الصحة، للجنة التي قد تم تشكيلها خاصة بالجرحى، مسؤولين من وزارة الصحة. أيضا مع احترامي هناك جرحى مقاومة لبعض المحافظات يعاملون كجرحى خمس نجوم، بينما هناك جرحى المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز يعاملون احترامي للتوصيف يعاملون كملوكندات بلا تصنيف. هناك جرحى وشهداء خمسة نجوم وجرحى وشهداء بلا تصنيف شأنهم شأن التصنيفات السياسية أو الصندوقية، هكذا يتم التعامل مع الجرحى. هناك آلاف الجرحى في تعز، هناك آلاف المقاومين المتواجدين أيضا في الجبهات لا يحصلون على الدعم الكافي، لا يحصلون حقهم من التغذية، حقهم من الدواء، حقهم من العلاج، وكلنا يعرف وقد تابع الهاشتاجات التي قد تم من قبل الناشطين او غيرهم هي لا تسكن ولا تغني من جوع في حاله عدم وجود كفيه حقيقيه لدى الحكومه الشرعيه. هناك الان كما قلنا الفساد الذي وصل داخل اللجان المسؤوله على الجرحى هي شان يمني خالص لا علاقه له بالتحالف العربي او مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان قد قدم الاف المنح المجانيه. هناك ايضا قدرة لدى الحكومة الشرعية أن تتعامل أيضا مع الدول الشريكة في التحالف العربي من أجل تسهيل ملفة الجرحى في قطر، في السودان، في مصر، في الأردن، في تركيا. لكن كما قلنا أصبحت المسألة بيع وشراء كذا بالمفتوح بالشكل الواضح يعني. إذن الصحفي والناشط السياسي الأستاذ وضاح اليمن عبد القادر كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ محمد. أستاذ محمد، هناك من يطرح أن يوجد نوع من التقصير المتعمد بما يتعلق بجرحى تعز تحديدا ونوع من التعامل المناطقي بهذا الخصوص، هل تتفق مع هذا الطرح؟
يعني في الحقيقة أنا لم أستمع إلى شهادات ضحايا مثلا من هذا الجانب، لكن بالفعل هو في إطار نوع من النزعة المناطقية خصوصا في مناطق الجنوب. للأسف يعني لم يكن الجرحى وحدهم ضحايا هذه النزعة المناطقية، ولكن أيضا حتى المواطنين العاديين شاهدنا في الجنوب ارتفاع وتيرة هذه النزعة للأسف غير إنسانية وغير السوية، والتي لا تخدم اليمن ولا الشرعية ولا التحالف العربي ولا قضايا اليمنيين بشكل عام بما فيها القضايا الإنسانية. يعني ارتفاع وتيرة النزعة المناطقية في التعامل مع كل ما يمت لتعز بصلة أو إلى أي منطقة أخرى تعز ضحية هذا العدوان الهمجي البربري عليها، وهي تقاوم بكل بطولة وكل صمود، تدافع في يعني تدافع عن نفسها، يعني تمارس حق الدفاع المشروع عن النفس. كل أبناء تعز يمارسون حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الهمجي، وقدموا الغالي والرخيص، ولكن يفترض وكان هذا الجزء من الضريبة هو محاولة صد هذا العدوان للحيلولة دون وصوله إلى عدن أو مناطق الجنوب. فمن العيب أن يتم مكافأة أبناء تعز بمن فيهم الجرحى بهذا السلوك العنصري الغير إنساني والغير السوي. يعني أنا في الحقيقة صدمت بالحديث عن قضية إنه المتاجرة بهذه المعاناة وهذه المآسي الخطيرة أو الكارثية التي يعني ومحاولة البعض بمن فيهم بعض المحسوبين على الشرعية للأسف المتاجرة بآلام الناس وأوجاعهم من خلال إما العبث والفساد في المنح التي يخصصها المركز الملك سلمان أو التحالف العربي لقضايا الجرحى في اليمن، أو من خلال التقاعس عن القيام بدورهم في حفظ الأمن في مناطق عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو المحسوبة على الحكومة الشرعية، وعدم الضغط على السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والتعامل مع هذه الملفات وهذه القضايا بحس المسؤولية والشعور الإنساني والأخلاقي، خاصة أنها قضايا جرحى يعني وكلهم يعني ضحايا لنفس الهدف. طيب ونفس يعني بالأخير المصير. يعني الآن ليست هناك محكمات أو نوع من أنواع القضاء الذي سيأخذ الحق لهؤلاء الجرحى، خاصة ممن يقومون بالمتاجرة بقضيتهم ويتسببون أكثر باستمرار معاناتهم، كيف يمكن وقف تحركات هؤلاء؟ يعني اللجنة التي أعلن عنها مؤخرا في إطار النتائج أو في سياق الآثار الإيجابية للحملة المتعلقة بقضية الجرحى، أعتقد أنها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، وأتمنى أن تؤتي ثمارها في البحث عن أماكن أو مكامن الخلل والقصور والفساد والعبث فيما يتعلق بملفات الجرحى والمنح المخصصة للجرحى وجوانب القصور في هذا الملف، وبما يؤدي إلى معالجة هذه المعاناة تدريجيا وانتهائها إلى الأبد إن شاء الله. أعتقد أنه ليس يعني من أخلاق اليمنيين ولا الإنسانية بشكل عام أن نجعل هذا الجرح مفتوحا إلى ما لا نهاية. يجب أن ننتقل هذه القضية، يفترض أن تكون من القضايا المفروغ منها قضية الجرحى، لا نظهر على وسائل الإعلام ونعيد النقاش والتذكير بقضايا يفترض أن تكون في حكم المسلمات، ولا نعيد الحديث عنها أو جلد ذواتنا بسببها. لابد من معالجتها والإسراع في معالجتها، وأن لا نجعل من أنفسنا كيمنيين وكمجتمع يعني لجأ إلى الدفاع أو استخدام حقه المشروع في الدفاع عن نفسه واستعادة دولته لأن يكون عرضة للسخرية من طرف الميليشيات الإنقلابية التي تعنى بضحاياها بجرحاها، ولربما أكثر بينما نعم يعني جرح المقاومة والجيش الوطني يتعفن. ولربما يجب التنبيه إلى أن هذه يعني الدعاوى من هذا النوع أو القضايا من هذا النوع لا تسقط في نهاية المطاف بالتقادم، وأنها ستستمر عمليات المحاكمة لمن استهدف اليمنيين ولمن
ربما يتاجر بدمائهم وجراحهم. طبعا في حال استعادة الدولة ونظام العدالة سيكون الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية يعني إحقاق العدالة والانتصاف للمظلومين. أود التذكير فقط كأنك تريد أن تنهي الحلقة أنه يعني طالما كان هناك تفاعل إيجابي من طرف المنظمات الإنسانية والإغاثية في تعز فيما يتعلق بملف الجرحى، أعتقد وطالما أن هناك قضايا فساد وعبث من طرف بعض المحسوبين على الشرعية، فأعتقد أنه قد يكون من المفيد أن أقترح على المنظمات الإغاثية والمؤسسات والجمعيات الخيرية في تعز أن تعمل على إعداد مشاريع جيدة إلى وتقدمها بشكل مباشر إلى مركز الملك سلمان، وتتولى هي تنفيذ هذه المشاريع، أقصد مشاريع المتعلقة بالجرحى. مثلا يمكن أن تقوم جمعية معينة بالاهتمام بملف الجرحى الأطفال مثلا، وتقدم ملف متكامل حول قضية علاج الأطفال، بينما تقوم جمعية أخرى بالاهتمام بقضية الجرحى من النساء وهكذا. بهذه الحالة أعتقد أننا نستطيع أن نخطو خطوات عملية في إنهاء هذه المعاناة. إذن أشكرك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي والباحث القانوني، كنت معنا في حلقة اليوم. كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء. آمنا في نهاية المطاف أن تنتهي معاناة الجرحى وأن تقدم لهم الرعاية الصحية التي تليق بها. في ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.